مباراة ميلان وتورينو في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بالزر لايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضعف للمباراة ملعب استاديو أولمبيكو تورينو. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: تتم الساعة 6:45 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بكم من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات النقلية للمباراة، قناة الرابطة الإيطالية على اليوتيوب الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصية الزر على كل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونذر لكم موعد في موعد قادم.